منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. بكم في منتدى الحياة. ارتفاع درجات الحرارة، تغير أوقات العمل والدراسة كيف كيف بالنسبة للتلامذة والطلبة اللي باش يبدأوا في العطل إن شاء الله في العطلة الصيفية. كل التحضيرات النفسية لاستقبال فصل الصيف، هذا موضوعنا اليوم نحكي فيه معكم بحضور الأخصائية والمعالجة النفسانية مدام سونيا جبالي. مرحبا من جديد. مرحبا بك سوار، مرحبا بكل مستمعي الحياة فام، ومرحبا بالمستمعين اللي تحقوا بينا، وإن شاء الله كالعادة في كل حصة نقوم بالإفادة وبتطوير الذات إن شاء الله بإذن الله. كما العادة نذكر بشعار برنامجنا، نطور ديما من أنفسنا ونكون خير من اللي كنا عليه البارح. أول نقطة باش نبدأ بها في إطار التحضيرات النفسية الفصل الصيف، أول نقطة يظهر لي تقلق الأغلبية هي ارتفاع درجة الحرارة. اللي يقول أنا في السخانة ما عادش نجم نخرج، ما عادش نجم نتحرك، ما عادش نجم نقضي، نولي نتعب في الخدمة، نبدأ تعب، وإلا في القراية حتى فما شوية طلبة يتشكيوا من ارتفاع درجة الحرارة، يقولوا ما عادش نجم نركز، وخاصة في الفترات متاع القايلة وقت اللي يبدأوا يقرأوا، ونعرفوا الوقت هذاك سعادة هكا ما يحسوا بالنعاس وإلا بالتعب. في النقطة هذه نفسانيين كيفاش نحضروا رواحنا باش نكونوا مستوعبين أنه ارتفاع درجة الحرارة، فما درجة حرارة مرتفعة، لكن لازمنا نكملوا نعديه، والنهار ذاك اللي باش يقرأ اللي باش يخدم وإلا اللي عنده حاجة باش يقضيها في النهار. ساعة أول حاجة سوار، فما برشا عباد ونحن طرحين الموضوع هذايا، قالوا لي مدام سونيا رانا نحن بالنسبة لي نحن ما ننجموا نحكيوا على صيف، كان كي راهو معناها السلك الأمني الكل صيفوا، وقتها نحن نحسوا لي فما صيف، ولكن نحن ما عادش مربوطين بال 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 بالتاريخ هذاك اللي هو يوم 15 ماي اللي جوستومون يصيفوا فيه السلك الامني، على خاطر قبل كان ان روبير كي راهم هما مصيفين معناها نفرحوا طيب دخلنا للفصل الصيف. ولكن اليوم في تقلبات المناخيه وتطورات المناخيه اللي هو خاصه من جانب الاحتباس الحراري، هو يفرض علينا ساعات اللي ساعات نقدموا من عاداتنا وتقاليدنا والا تحضيراتنا النفسيه قبل الأوان اللي مستنسين بيها. كم تراو معناها كل عام يعني الصيف يقدم حتى في التاريخ متاعه، معناها حتى ولو نحن يعتبر كونه مازلنا في فصل الربيع، ولكن درجة الحرارة مؤشرات متاعها والدرجات متاعها صيفية صحيح، مؤشرات صيفية. هذاك علاش نحن ساعات تقولش عليه واحد ما بين ظفرين، ساعات تحسه كأنه يعقب في روحه، تلقاها هو الدنيا سخونة وهو مازال ما صيفش مثلا، ما خففش مثلا من اللباس نتاعو، ما بدلش العادات والتقاليد نتاعو، معناها بمعنى كسوا النسق نتاع النوم نتاعو، الماكلة، حفاظ على شرب الماء بكميات متفاوتة، على خاطر نعرفوا نحن الحرارة اللي هو يجي منها معناها معناها الإفراز نتاع الأرق معناها من جسم الإنسان، دونك محتاج برشا ماء باش يقعد ديما تدفق الدم، تدفق بطريقه سليمه في جسم الانسان، ويقعد ديما نسبه الاكسجين توصل بكميات معناها متوفره للدماغ باش يشتغل بطريقه طبيعيه، حتى خاصه للطلبه والتلامذه اللي قاعدين توا يراجعوا ويحضروا للامتحانات، كسوا الامتحانات العاديه او الامتحانات الوطنيه. فمهم جدا كونك انت تتاقلم مع الزمان والمكان اللي انت فيه، معناها انت مش مربوط بوقت معين باش تصيف فيه، ولكن اذا شعرت انت عندك الاحساس كونه الطقس سخن عليك واللباس اللي تلبس فيه ماهوش متاقلم او متوالم مع المناخ اللي انت تعيش فيه، فيا حبذا كونك انت تنقص شويه باش تحط مثلا ديما تحط حاجه ريزيرف معاك، جونغ جيلي خفيفه حاجه هكا معاك اون كاو تبردشي على غراده ايتترا. هنا رينا نحن ديجا البارحه كيفاش صبت الامطار، ولكن الطقس الحراره كمان كانت قاعده مرتفعه. فوالا قبلها كيف يمكن كي نرجعوا ثلاثه جمعات بالتوالي كان نتذكروا بعد ما سخنت بالكدا جت جمعه كامله رجع فيها البرد ورجعت فيها الامطار بكميات مهمه جدا ايتترا، وقبلها لعبت صيفت، لكن في الفتره هذيك دوك لبسوا حاجه زايده باش يحميوا رواحهم جوستومون من البرد نتاع الايامات هذيك. يعني ديما مش العاده معناها هي قاعده مسلمه ليست قابله للاجتهاد ولا التجديد، ولكن التاقلم في حد ذاته هو
هو كيفاش نحن في وضعية معينة نحاول نتأقلم معها ونتمد معناها وناخذ بعين الاعتبار المؤشرات الموجودة فيها ونحاول نعيشها بطريقة طبيعية الأريح لنا نحن. دو كل يوم الدنيا سخنة ما قعدش نستنى أنا حتى يجي غيالمون يجي 30 جوان باش نصيف، لا نجم من توا تنجم تبدا تخفف في اللبسة نتاعك، فما شكون يخفف خفف ديجا من قبل. دو كل واحد وبدنه شنو يستحق، فما عباد تقرس صحيح كيفاش مستانس زاده، فما عباد تقرس فاسين ما فما اللي يعرف روحه كيبدل الحوايج باش يتقلق يمرض ايتترا. دونك هذاك علاش مهم جدا يقول لك انا من نجم نبدل الحوايج الا ما ندوش مثلا على خاطر باش ما نمرضش. دوك عندنا عادات نعرفوهم وعندنا معناها ممارسات ديجا نستعملوا فيهم من قبل، فنحنا يلزمنا ناخذهم هذوك بعين الاعتبار وما نربطوش رواحنا بأطر اللي تنجم معناها تضرنا ما تنفعناش. هذه من اهم الاشياء اللي تنجم تخليك كونك تتأقلم وتكون معناها في صحة نفسية جيدة. بهذا احنا كنا وصلنا ديجا معناتها حذرنا رواحنا للنقطة هذية اللي باش يجي من بعد الكل باش نتقبلوه تباعا. مثلا اذا كان انت سي بون استوعبت اللي احنا رانا صيف في موسم الصيف معناتها فما كل العادات اللي كنت انت تحكي عليهم، فباش تكون انت متقبل قابل للصيف. وفما ناس بالعكس يحبوا فصل الصيف يبداو هكا، وفما اللي يتقلق من فصل الصيف. احنا باش نحكيو على القلق من ارتفاع درجه الحراره والقلق من انك تقوم بانشطتك اليوميه اللي كنت تعمل فيها وتمارس فيها بطريقه طبيعيه، ولكن مع ارتفاع درجه الحراره فما شكون يقول لك ما نجمش نتعب في السخانه ما نجمش نتحرك، وهذا حاجه طبيعيه على كل شخص. صحيح، على خاطر نحن في بدنيتنا من داخل عندنا ما يسمى بالساعه البيولوجيه. دونك الساعه البيولوجيه معناها تتاثر اولا بنفسيه الانسان وثانيا بنسق النظام اللي باش يخرج منه جوستمون اكل الطاقه اللي عنده، كيفاش باش يفرق الطاقه على مده يوم كامل، وزاد شنو ما المناخ اللي باش ياثر عليه. بمعنى كانوا نحن نعرفوا اللي في القايله حتى في لي كونسوماسيون كسوا نتاع الضوء او نتاع الماء ديما الدوله تحاول ديما بوسائل وقائيه بإشهار أو بتحسيس بممضات تحسيسية وتوعوية يقول لك ماذا بيك في الفترة هذيك بالذات اللي هي ما بين مضي ثلاثة ما بين مص ساعة والأربعة متاع العشية، ماذا بيك تنقص من استعمال مثلا الأجهزة الإلكترونية، تنقص من استعمال المياه بصفة غير راشدة. علاش؟ على خطر الفترة هذيك هي فترة الذروة وفترة الفترة اللي تطلع فيها درجة الحرارة البيك نتاع درجه الحراره دونك القصوى. دونك هذاك علاش اليوم مهم جدا كونا نحنا بيدنا نتاقلموا مع الوضعيه هذيك. بمعنى نجموا نحنا كنا مثلا نقوموا 8 نوليو نديكاليو قبل، دونك نقوموا معناها بالمسابق قبل بساعه قبل بساعه ونص قبل بساعتين ونبدا جوستمون مشواري على بكري باش نجم نكملوا على بكري ونلقى روحي انا في الفتره هذيك اللي هي ما بين نص ساعه والأربعة نتاع العشيه نستثمرها هذيك باش نرتح بدني باش ناخذ معناها قسط من الراحه كسوا باش نقي لكن صيف ساعه باش نمشي فيها معناها نمشي فيها البلاصه اللي معناها تنجم تلقى فيها تريف برود دون لو سونس باش يقعد في الدار اللي عنده حاجه باش يعملها، والا كاريمون حطوها كونساكري للراحه رتحوا فيها بدنا. بعد الأربعة تنجم تقوم تاخذ دوش هكايا بارد وتقوم باش تستقبل جوستمون العشيه اللي تقصر فيها الحركه. تنجم وقتها تقضي في عوض كنت تقضي الصباح تنجم تقضي العشيه، اذا عندك مشاوير باش تمشي تعملها تنجم تعملها من العشيه. نعرفوا نحن المشاوير الاداريه في نحن نظام حصه الواحده في الصيف، دوك تنجم تقضيهم كان صباحات، دوك ماذا بيك تقضيهم صباحات بكري. وكل ما تنجم يستدعي الامر كونك انت تنجم معناها توخر فيه معناها قضيتك سواء باش تقضي للدار او باش تخرج صغار او عندك حاجات معينه باش تشريهم ولا باش تدور ولا باش تنجم تعملهم في العشيه على خاطر تبارك الله معناها العشيه نتاع الصيف نعرفوا اللي نحن يتمطط فيها الوقت صحيح فو اللي هو الوقت الغروب الشمس يكون في ساعه متاخره ساعات يتزامن حتى 8 نتاع الليل. دونك ديما نرجع ونقول على حسب المناخ اللي انت فيه والمعطيات اللي عندك والالزامات جوستمون كسوا الالزامات العائليه والا المستلزمات المنزليه ايتترا، فما حاجات مهمه لكن فما برشا حاجات اهم، ومن الاهم انه هو واحد يستحفظ على صحته خاطر نعرفوا نحن الخروج في الوقت هذاك فك الشمس هذيك دوك مضر بالصحه بدرجه غريبه. هو حتى البحر الطبه ديما يبداو ينصحوا فينا ويعاودوا ويقول لك ماذا بيك اللي يحب يمشي ويعمل تبحيره ويتفرشك
ديما يبعد على الوقت نتاع الذروه نتاع السخانه هذيك اللي هو ما بين الساعه وما الثالثة نتاع العشاء. يعني يظهر لي الحكايه كل كلمه السر فيها هي شويه نظام، معناتها شويه نظام وشويه برشا وعي. دوك شويه نظام مع برشا وعي، وعي على صحته، وعي على صحه صغاره، وعي على الطريقه المثلى اللي نجم يقسمها كسوا في داره في بدنه في استعمالاته في الـ في الـ في النظام اليومي نتاعو اللي معامله. دوك هذيا الكل ما ينجم كان يوصل نتيجة إيجابية اللي هو يلقى روحه عامل مراوحة ما بين المستلزمات ومعناها ما بين واجباته وحقوقه. يعني احنا ديما في كل هكا وهذا يظهر لي في كل موسم نحكيه على التحذيرات. كل موسم عنده الخصوصيات نتاعه، مش كيما العادات في الشتاء، مش كيما العادات في الربيع، مش كيما في الصيف. ويمكن الصيف زاد عنده اكثر خصوصيات أكيد. وعنده كي خلينا نقولوا طقوس اكثر من أكيد. من فصل الشتاء، خاطر التوانسه معناتها فصل الصيف خلينا نقولوا موسم الاحتفالات، العطل، الاحتفالات كيف كيف بالعروسات، العطله نتاع الصغيرات تتلم العائله، التصيف زاد الناس اللي تمشي تصيف البحر. معناتها فما برشا حاجات تتبدل خلينا نقولوا ستيل اخر معناها في صحيح. واليوم ديجا بارمي بتدخل الملاحظات اللي قاعدين يسوقوها كسوا الاولياء او الصغار او التلامذه في حد ذاتهم، شو يقولوا؟ يقول لك نحن اليوم الرزنامه المدرسيه تلزم عليك اللي هو نهاية السنة الدراسية لازمها تكون في نهاية يوم 30 جوان 2022، مع الطقس هذا يا سوار مع الصغيرات اللي يلبسوا في منادل اللي جينيرالمون القباش نتاع الطابليه نتاع المنديله نتاع القرايه ما تكونش ديما معناها مطابقه للشروط او للسلامه الجسديه، معناها جينيرالمون ديما تلقى فيها نسبه البوليستير طالعه برشا فيسخن القماش نتاع الطابليه. تلقاهم مسكن ياخذوا في النقل المدرسي، دونك تلقاهم برشا تلامذه في 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 حافله اللي هي حافله غير مجهزه بالمكيف، حافله ساعات حتى الشباك ما يتحلش او الشباك ما مكسر ايتترا. دونك اسكو نحن اليوم سوار السؤال اللي يطرح نفسه، اسكو نحن خذينا اليوم بعين الاعتبار التغيرات المناخيه اللي عندنا قديش ومعناها وجرس الخطر قاعد ينقص ويقول راهو يا ناس راهو العالم الكل قاعد يعيش في ازمه مناخيه، اسكو نحن حذرنا رواحنا للازمات هذيا؟ اسكو خذيناها بعين الاعتبار حتى في تنظيم وقت الدراسه او في تنظيم اوقات العمل او في الترشيد للاستهلاك للموارد الطبيعيه ايتترا؟ اسكو نحن هذه الكل قايمين به قايمين بوجه؟ فما حملات تحسيسيه قاعده تصير والا لا؟ والا وقت اللي صيي ندخلوا في الصيف ووقت اللي نبداو في الاستهلاك المفرط وقتها نفيقوا باش نعملوا دونك حملات تحسيسيه او ترشيد جوستمون للاستهلاك؟ اليوم وقت اللي انت الامتحانات الوطنيه خاصه هذه النقطه اللي كنت الامتحانات الوطنيه وقت اللي توفى كيف كيف معناها وقتاش توفى هي الامتحانات الوطنيه؟ توفى 30 جوان على خاطر كي باش تاخذ مستوى سنه سادسه ابتدائي معناها اختتام شهاده التعليم الابتدائي وكيف كيف زاد حتى التاسعه اساسي. دوك ما تاخذش بعين الاعتبار اللي هو مش كان فما رزنامه نتاع الامتحانات، فما رزنامه اصلاح الامتحانات، فما مربين وفما ناس مشرفة على إصلاح الامتحانات اللي هي تصير في نصف شهر جويليا. نصف شهر جويليا تعرفش معناها نصف شهر جويليا؟ معناها مساعة، معناها مساعة متاع القايلة وقتها توصل فيها درجات الحرارة 50 و56 درجة. معناها إذا بتحب تاخذ بعين الاعتبار المناطق الداخلية، خاطر نحن مش تتسمى قروان حتى ولو كان ولاية القيروان وفي الحرارات كمان حرارة فيها كمان مرتفعة، لكن زيدوا ندخل بعمق ولايات أكثر من ولاية القيروان في الجنوب. اسكو نحن هذا يخذينه بعين الاعتبار أم لا؟ دونك اليوم جيني التلميذ يقول لك التلميذ ملزم باش يلبس الطابليه نتاعو في وسط القسم، خاصه البكالوريا اللي ملزمين باش يلبسوا، خاصه البنات ملزمين باش تقول لك شبيها وقفت كان على على على, على اللباس معناها الطابليه، هو بداها من غادي هو خرج من داره ايتترا. باهي ما نحكيوش على الاقسام اللي باش تكون مجهزه والا مش مجهزه، الترونسبور نتاع التلميذ خاصه اللي يكونوا اللي باش يجيو تقول لي انت التلميذ باش يعدي ساعتين ويروح. باهي
باهي اوكي باش يبدا 8 على الاقل جاي في البرود. اما علي اما العشرة اما العشرة كي باش يكمل لك ولا 11 متاع الصباح ولا كي يبدا عنده 4 ساعات باش يعدي امتحان بكالوريا دوك يكمل نص نهار. شوف المشقه التنقل باش يروح فيها للدار خاطر باش ياخذ نقل على خاطر نجم يكون النقل ما يوصلوش قدام باب دارهم ينجم ينقل معناها يكون بعيد ديجا كيلومترات على على دارهم. اسكو نحن خذينا هذا الكل بعين الاعتبار ام لا؟ هذاك علاش مهم جدا نحن اليوم نراجعوا جوستمون وناخذوا سورتو على محو الجد جوستمون هالتحولات المناخيه باش نجموا ندخلوها في ثقافتنا ندخلوها في تحويلاتنا ندخلوها في الاصلاحات اللي باش نقوموا بها ايتترا. وعلى قد ما تحاول تحمي المواطن انت اليوم كدوله على قد ما هو يكون منخرط معاك ومنسجم وتنجم وقتها تبليجيه معناها باش تفرض عليه كونه هو باش يكون انسان منتج وليس بانسان مستهلك. يعطيك صحة مدام سونيا. مازلنا كي بدينا معاكم النقاش نحكيو على التحضيرات النفسية لموسم وإلا لفصل الصيف. إذا عندكم أي استفسار إذا عندكم أي تساؤل كلمونا على 70-35-120 تلقاو أنس الهمامي في استقبال تليفوناتكم. احنا مازلنا موصلين معاكم المشوار من توا حتى الأربعاء متاع العشية ما تبعدوش بعيد. خليكم ديما برانشي على الحياة الفن. 10 دقائق رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة التحضيرات النفسية لفصل الصيف. هذا موضوعنا اليوم. فما نقطة مهمة في الموضوع هذايا التغذية اللي النظام الغذائي اللي يتبدل من موسم الموسم خاصة في فصل الصيف يتبدل النظام الغذائي. فما شكون يكثر من ماكلة الشارع فما شكون في المقابل يستغل فصل الصيف باش يعمل ريجيم وفما شكون بالعكس في فصل الصيف يزيد في الوزن. هو جينيرالمون سوار ديما الأولياء يتشكيو من صغارهم كيفاش في فصل الساعة أولا في فصل الشتاء كيفاش ما يحبوش ياكلوا الخضرة وفي الصيف يقولك صغير ما يحبش ياكل حتى شيء. شنو عملنا وقتها عاد والا يحب ياكل ماكلت الشارع والا يحب ياكل ماكلت الشارع ولاك الجلاس بياسوع المثلجات والحاجات الكل برا خاصة العشوية واحد كي يخرج يحب يبرد يحب يقعد يحب يعشي. دوك اللي الصغير هو بالحق مشكلة في الصيف هو مشكلة الصغير ولكن نقولهم بالعكس ما فماش مشكلة على خاطر في الصيف فما خصوصية اللي فما السمك وسمك معناها راهو مقدور عليه. فما سمك اللي يكون بعض الثمن وفما سمك الحوت الأزرق اللي هو فيه أكثر منفعة من أنواع أخرين متاع سمك. دوك الحوت الأزرق نجم كل مرة تعملوا حاجة نجم تشوي نجم تقليت نجم تعملوا كعابر. دوك فما برشا طرق اللي تخلي صغير تشهيه ويأكل وراهو صغير غيالمون ديما. هذيك هي النصيحة اللي يعطيوها لنا النوتريسيونيست ولي بيدياتر يقول لك ما عمرك ما تخاف على الصغير على خاطره ما ياكلش على خاطر الصغير راهو كي يجوع راهو يطلب الماكله غير نحن بتتخ ساعات نبداو نهاولوا اكثر من اللازم. ولكن الحاجه اللي لازمنا نحرصوا عليها سوار في فصل الصيف اللي هو شرب الماء عند الصغار كيف ما عند الكبار. دونك مهم جدا كون الانسان يحافظ على كميه معينه يوميا في شرب الماء على خاطر السخانه تراهي تنجم عليها فعل الحرارة على الجسد دونك ينجم يكون عند برشا تأثيرات سلبية فالماء ينجم يقاوم برشا حاجات. دونك الصغير دونك الماء هو الماء معناها هو يحيي الإنسان معناها دونك مصدر الحياة. دونك واحد يبرد روحه دونك يشرب الماء يواظب على شرب الماء ياكل الفواكه اللي فيها نسبة متاع ماء متوفرة ياكل الحاجات اللي فيهم نسبة متاع الماء متوفرة يبعد على الأملاح يبعد على الحاجات اللي تنجم جوستومون تكونسومي له الماء من بدنه ووقتها ينجم ينفعه كونه باش يشرب الماء. هذه حاجة من الحاجات. ما نساوش ده فصل الصيف اللي تكثر فيه الغلة والغلة تكون فيها متنوعة ومليئة وجستمون فيها برد غنية بالماء. دونك نجم كيف كيف زاد صغارنا فرصة باش ناخذوا الفيتامينات من 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 التغذية الصحية والطبيعية وينجموا ينكثروا من الغلة مثلا اكزومبل إذا هما ما يحبوش ياكلوا ماكلة الشارع. أنا ديما نقول عند الصغير كل ما هو محرم مرغوب. دونك مش لازم تقطع له جملة ماكلة الشارع ولكن لازمك تعرف شنو تختار له في ماكلة الشارع. مريرة في درا قداش مرة نعملوا حاجة مع بعضنا ساندويتشات في الدار ومرة ميسيرش مسموح ناخذ له ساندويتش في الشارع لكن تو ديبون شنو فيه المكونات. نبعدوا على الزيوت نبعدوا حاجة المقلية على الحاجات اللي تنجم تقلق الصغير خاصة وقت اللي تبدا الحرارة مرتفعة. دوك المصبرات كيف كيف دوك نعملوا حاجات في الدار هو يحب الجو نعملوا جو في الدار اللي الجلاس صحيت الجلاس نجم نصنعوه في الدار حتى بطريقه سهله على الاخر. الفريز تنجم ترحيه وتنجم تعمل منه جلاس تنجم كيف كيف الجو نتاع الدلاع. دوك فما برشا حاجات اللي تنجم ان هي تصنع للصغير جلاس واي حاجه راهي تنجم تفرحه الصغير. دوك سورتو حاجات كيف ما هكا فيهم الوان وحاجه تبدا تشرب ومحطوطه في حاجه مزيانه راهو يشهر عليها الصغير ويحب دوك
يكونسوميها دونك ياكلها. دونك حكينا قبيله بتتخ على كيفاش لازمنا نحمي رواحنا من الشمس، كيفاش اوقات الذروه نحاولوا ماكسيموم بقدر المستطاع نبعدوا كسوا على الخروج على والصغار. كيف كيف راهو نحن من عاداتنا وتقاليدنا سوار سورتو توا اللي هو تعدين مثلا كي كنا تعدينا بموسم تقطير الزهر ولا والعطرشيه، فنعرفوا نحن شرب الماء في قطير زهر ولا قطير عطرشيه راهي زاده تفرشك البدن وفيها برشا منافع. الصغير اللي فات تصب له طيف زهر في راسه على خاطر ماشي باش يقرا ولا يراك يروح من القرايه تبرد له بها الحيمته، دوك راهو ذي حاجه منفعه معناها تنفعه بالباهي بالباهي. دوك اليوم بتتخ ساعات لعبات بتتخ كان قبيله لعبات اللي كانت تتبع فينا وسمعتنا على معناها على الرزنامه المدرسيه ورزنامه الامتحانات ايجالمون باش يقول لك باهي توا انا الامتحانات معلن عليها باش توفى لو 30 جوان شو نعمل لصغيري؟ تنجم تعمل برشا حاجات لصغيرك، تحميه من الشمس، تلبسوا شابو، تلبسوا حاجه قطن تنجم تشرب له العرق باش ما ترجعش عليه، دوك لازمك تعرف حتى الملبس لباس نتاعو دبوست الماء معاه. دوك لطف من المربى كونهم يسمحوا للصغيرات باش يشربوا الماء حتى في داخل القسم، خاطر ساعات يقول لك صغيرك يشرب الماء يبدا خارج داخل خارج داخل، دونك ينجم حتى يعطل سير الدرس. ولكن نجموا نحن نقسموا هاك الوقت نتاع الحصه نتاعنا ونعملوا لحظه معينه من لحظات الوقت نتاعنا نخصوها باش الصغار الكل مع بعضهم يشربوا الماء فرد وقت وبعد نرجعوا للدرس نتاعنا. دونك كيف كيف نلبسوا شابويت، نعملوا لي زيكرون في وجوهنا، دونك نقل المدرسي، دونك ديما نحاول نخفف الكتابه في تاول نحن اخر العام وقاعدين نعديو في الامتحانات، معناها بتبعتها حتى المستلزمات المدرسيه اللي هو ما عندها علاقه بالكتب والكلاس تكون اقل. دوك ميسالش حد ساعات انا نقول لهم ساعات فما صغيرات ما ينجموش يروحوا ما بين الاوقات لديارهم، نقول ميسالش انا لو كان يبدا عندهم هكا يحاولوا مثلا نكونوا يوتيل، اش معناها نعملوا لي بون زاستوس، نحاولوا نستعملوا لي بون زاستوس كي هما شنو نجم انت باغ اكزومبل صغيرك تاخذ له قطعه من حوايجه مريول داخليني ولا حاجه وتنفخوا شويه زهر تحطوا له في ساشي تحطوا له في المحفظه نتاعو، وينجم هو مثلا في الحصه المسائيه ما بين الحصه الصباحيه والحصه المسائيه يغير هاك المريول هذاك منه يبرد له منه فيه الزهر ينفعه في صحته، وهكاك يحس روحه اللي ديما فما نشوه باش يعاود ينشط ويعاود يكون فايق ويلتحق جوستمون بالمقاعد نتاع الحصه المسائيه. دوك فما ما شاء الله عندنا دو بون زاستوس، معناها عندنا برشا حاجات راهو نجموا نستعملوهم باش نجموا ديما نتأقلموا مع الجو المناخي اللي نحنا ولينا فيه. باهي مدام سونيا حكينا على التغذية حكينا على المناخ ارتفاع درجة الحرارة كيفاش نقسموا أوقاتنا في الخدمة وإلا في الدار مازلت وحكينا شوية زاد على الامتحانات الوطنية اللي باش تكون زادة في معناتها في أوقات فيها ارتفاع لدرجة الحرارة في شهر جوان، ولكن ما حكيناش على العطل تحضير للعطل كيفاش نعملوا هكا كملنا الامتحانات وشو لازم يعمل تو باش نحكيو على العطل تو نحكيو اخر حاجه على العطل. اولا الساعه هو يلزم تحضير نفسي كسوا للصغير وللوالدين على خاطر الوالدين كانوا مستنسين بوقت معين صغيرهم بدا موجود فيها المدرسه، واذا مش موجود في المدرسه راه موجود في الحضانه المدرسيه، دونك فما وقت يخرج فيه ووقت يروح فيه للدار، فما شكون ينجم يروح ما بين الاوقات، ولا نقول اللي هو اللي صغير ينجم يروح ما بين الاوقات راهو صغير محظوظ في وقتنا هذايا. دونك اليوم الاولياء هما بيدهم لازم يحضروا رواحهم صغيرهم كي باش يلقاوه معناها قاعد في الدار شنو هو يلزموا يوفروا له شنو هو يلزموا يعملوا له، هما بيدهم كيفاش باش يولي يتواصلوا معاه شنو من الاليات والانشطه والى الحاجات الترفيهيه اللي تنجم جوستمون تخليها للصغير باش نجم يعملها تيلة الفتره اللي هو موجود فيها في العمل كسوى الام والبو الا الام والبو زوز مع بعضهم. لو كان الصغير باش يشدوا حد اخر من افراد العائله كيف شنو يلزمنا كيفاش نحضروا جوستمون صغير هذيك، كيفاش فجأة من اللي كان عنده نظام يومي يتبع جدول أوقات مدرسي فبش يلقى روحه توا معناها عنده حرية مطلقة كسوة في النوم في اللعب في الماكلة، دونك النظام نتاعو اليومي الكل باش يتغير، اسكو نخليوه النظام اليومي هذاك يتغير ويجيب طبيعته والا فما نسق كمان نحافظوا عليه في نظام ما بين ظفرين ماهوش مقنن اما محبوذ مش مشروط محبذ او مش مشروط. الصغير مسموح له باش يرقد وقت اللي يحب في ساعه متاخره في الليل ويقوم وقت اللي يحب في ساعه متاع الصباح، اسكن حافظوا على ثلاثه وجبات بالنسبه للصغير والا لا، هذم كلهم يلزمنا نحكيو فيهم ونفهموهم ونفهموا الاهميه نتاعهم خاصه
الأهمية العلمية اللي هي إسقاطها ديريكتومو على الصحة الجسدية والصحة النفسية عند الصغار بصفة عامة. فما نقطة زيادة شنو باش نعلموا الصغيرات في العطلة هذه، كيفاش نستثمروا الوقت هذايا في المنحة الإيجابية أكيد طيلة هالأشهر هذوما متاع العطل، خاصة الأطفال. شنو الأنشطة اللي باش يقوموا بهم جدد الحاجات اللي مش سنسين حاجات اللي باش يتعلموهم مهارات باش يكتسبوهم، صحيح. اللي عنده ما نعرفش أنا موهبة متاع رسم متاع حنا متاع مسرح باش نطوروها خلال الفترة هذه، والأوقات زيادة اللي باش يتعلم فيهم المواهب متاعهم. للأمانة هو جتني وأنا في محادثات نفسية مع الأولياء ومع الصغيرات، يقول لك أنا سخطو الصغيرات اللي تعدوا بعامين بكورونا اللي كان فيها نظام أفواج وكان فيها تخفيف بيداغوجي، السنين للأمانة الصغار هذوما راهم لقاو برشا مشاكل في اكتساب المعلومة، على خاطر كانوا عامين مدة عامين يقرأوا بنسق، وبعد فجأة يلقاو سنة دراسية متكاملة، نظام بيداغوجي متكامل لسنة كاملة. دوك اليوم الصغار الحق للأمانة تعبوا كسواء معرفيا أو نفسيا أو جسديا، فمن حقهم كونهم يرتاحوا في الفترة الأولى. هو شنو نقول؟ نحن مو العطلة المدرسية متاعنا مو من 30 جوان، معناها نقوله أو معناها 1 جويليا حتىكش 15 سبتمبر. باهي، دوك نحن عنا في يدنا شهرين ونص، والصغير في عطلة مدرسية وعطلة صيفية. باهي، شنو باش نعمل؟ يقولك لي أنا صغير يزمو يقرأ، خاطر يزمو يدارك هاك العامين اللي صار فيها تخفيف بيداغوجي وتحصيل معرفي نتاعو مش باهي، فما حاجة سنة ناقص فيهم، دوك يزم يحفز فيهم صغيري على العام الجاي. من توا نحكيو على القراية نتاع العام الجاي، وما زاد سنة دراسية شهر جويليا في شهر جوان يقراو في الصغار. اي يوفى منا يتعدى لما حاجة أخرى منا. نقولوا لهم لي راهو العطلة المدرسية أو الصيفية راهي ما تطاطش كيكة من فراغ، راهو مش نحنا ما حشناش بصغيراتنا في المدارس دونك حاطينهم في الدار، لي راهو هذية معناها فما دراسة علمية هي اللي خلقت هالعطل المدرسية، وهي اللي تفرضت على الصغير، على خاطر فما حاجة اسمها النظام المعرفي، فما حاجة اسمها ذاكرة العمل، فما حاجة اسمها التحصيل المعرفي. هذي الكل يلزم وقت لتخزين المعلومة ولترتيبها والقدرات الذهنية، ونخليه فترة خاصة وقت كافي للنمو الدماغي الطبيعي، خاطر نحن قاعدين ونأثروا بطريقة غير مباشرة على القدرات الذهنية والمعرفية في الدماغ، ولكن الدماغ راهو ما يكتمل النمو متاعه كان في 20 سنة عند أي إنسان أو عند أي كائن، يعني إنسان موجود على سطح الأرض. دونك النمو متاع الدماغ يلزمه فترة اللي هو زاد متاع راحة باش ينجم ينمو بطريقة طبيعية، سينو باش يصير لي مشكلة في التشوش النشاط الدماغي، وهذاك يأثر بعد على المردود المعرفي عند الصغير وتحصيله المعرفي. دونك مهم جدا كونه ياخذ قسط هام من الراحة، ولكن ينجم يكون هالقسط الهام من الراحة نخدمه به القصي الأيمن متاع الدماغ متاع الصغير، خاطرنا على طول ما هو يقرأ قاعدين نعاوله أكثر على القصي الأيسر متاع الدماغ اللي فيه المهارات متاع الكتابة ومتاع الحساب ومتاع القراءة والإملاء والنسخ والتحليل وحل المشكلات والكل، وكل ما يستلزم المهارات المعرفية لمرحلة التمدرس، ولكن الجانب القصي الأيمن من الدماغ اللي هو مسؤول على الإبداع، على الفن، على الرسم، على التخطيط، على الألوان، هذاك النجم نخدموه في العطل الصيفية وقت اللي ينخرط في أنشطة، وقت اللي ينخرط في أنشطة ثقافية، في أنشطة رياضية. دونك يخدم القصي الأيمن، وهكذا يكون فما التوازن ما بين الجزئين متاع الدماغ، وقتها الصغير ما يكونوش عنده مشاكل كسوة في التركيز أو في الانتباه، ما تكونش عنده صعوبات بعد في القراءة، معناها صعوبات الكل تتلغى بالتنشيط القصي الأيمن من الدماغ اللي نجموا نستثمروه في العطل الصيفية، في انخراطهم في الأنشطة الترهيفية، في انخراطهم في الأنشطة الثقافية، في الأنشطة الرياضية، فما دي كلوب يتحلوا سبيسيالمون في الصيف، فما المصائف، فما الكشافة، اللي هذوما يخدموا برشا مهارات عند الصغير، وهكيك يلقى روحه أو ميم تون هو في عطلة صيفية
وأوميمتون قاعد يخدم في النمو الدماغي نتاعو بطريقة طبيعية. هذا بالنسبة للتلامذة واستغلال العطلة كما كنت تحكينا مدام سونيا. فما نقطة أخرى زادة يعرفوها النساء بالكده في علاقة بالتحضيرات المنزلية في فصل الصيف، مش كما في فصل الشتاء. في فصل الشتاء نخرجوا حوايج الشتاء وهكا ديما فما ديما كل أكد فيه هكا تحسوا في الدار. انت تحب الشتاء دار فيك تحكي العكسك نحب الصيف، دونك هذاك علاش نحكي بزوج جوانب. باهي من الجانب الساعة خلينا نبداو في الشتاء. في الشتاء فما طقوس معينة كما كنت نحكي، فما هكا حتى معناتها في فرشين الدار وإلا في بعض التفاصيل هذوما. في الصيف فما تغييرات أخرى حتى الألوان تتبدل، فما شكون يعاود يدهن الدار، فما شكون يبدل يخصص لي ترميم الدار أو طبيبها، وكان فما حكى عندنا مرمى نحلوها في الصيف دوك نوسعوا في الصيف على عليه يعني يبدل الديكور في الصيف، يبدل الدوات في الصيف، كل شيء معناها اللي في الدار. خطر علاش؟ خطر الصيف في الاشعه الشمس اللي هي تبعث جوستمون دي سينيال للمخ باش يصير افرازات نتاع هرمونات اللي مسؤوله على السعاده اللي هي لا سيروتونين، فيكون الانسان وقتها عنده جاهزيه باش يقبل الالوان، باش يبدع، باش عايش. قلت لكم مهم جدا في العطله الصيفيه ناخذ من الجانب الايمن نتاع الدماغ نتاعنا اللي هو فيه مهارات الخيال والابداع والالوان والثقافه. دوك حتى نحن من غير مشروع، حتى كان ما نخرطوش في نوادي، كاينه نخلقوا في نوادي في ديارنا اون فان كونت وقتها نعملوا انشطه. هو حتى الدار كي تتبيض بعليها تتبيض بالوان زاهيه، تجي تبيضهم الوان زاهيه كيف في الصيف، كان نعطيك نفس الالوان باش نقول لك اعملهم في الشتاء ماكش باش تستعملهم في الشتاء. حتى الالوان زاده وهذايا تاثير جوستومون الطقس على نفسيه الانسان. دونك في الصيف دونك ماذا بينا ديما الدويره تبدا نظيفه ملمعه، دونك حتى من الحاجات الداكنه اللي محطوطه في الدار تتنحى، دونك تفرش فروشات بالوان زاهيه، نرقدوا في نجي نقعدوا في نجي تبارك الله النهار كله ونحنا نسيقوا وننظفوا الدنيا دي ما محليها. العشية كيفاش نسقيوا الجردة ونقعدوا في الجردة ونعملوا قيوة ويحلى الحديث تحلى السهرية وغسلين الحوايج والجو، معناها في دقيقة في مينوتا يشيح كل شيء، مش كيف في الشتاء نبداو نتعاركوا نحنا والشريطة نهار كامل ونحنا على الحوايج على الشريطة وقت اللي نحنا ننشروا تبدا الدنيا صاحيه، هما بداو باش يشيحوا والدنيا تصب المطر. في الصيف بالعكس كل شيء سهل وصحي. وجينيرالمون فما عباد يقول لك شكون يختاروا يقضيوا في الصباح بكري، وفما شكون يقول لك لا انا نقضي في الليل. دوك ننشر حوايجي في الليل باش ما تبلاحش، باش ما تتقلقش باشعه الشمس، هي بيد تبدا في راحتها، كل شيء على البرود، دونك ما تتقلقش، تحضر ديجا حتى تطيبها تحضروا من غدوه على الصباح بكري. دوك فوالا هذه هو تحضيراتنا وهذا هو جونا في سيفنا، وان شاء الله يا ربي يرحمنا ان شاء الله برحمته، واكيد ان شاء الله يعطينا طاقه اللي نحنا ننجموها، ما يعطيناش حاجه اللي نحنا ما ننجموهاش. وديما في هذا الكل حافظوا على الايجابيه. اكيد اكيد مهم جدا. هو السيف جينيرالمون معروف للفرحه وللمه وللبهجه، وحتى اللي عنده مناسبه دونك يبروغراميها في السيف، اللي عنده حويجه هكا مزينه باش يخيطها دونك هكا يشيخ عليها دونك يعملها في السيف. ساعات معناها فما عائلات تنجم تاخذ، نحكي لك مثلا باغ اكزومبل معناها وضعيه من الوضعيات اللي بتتخجاتني ولا سمعتها. فما عائلات ممتده يعيشوا بجنب بعضهم ويلقاو جينيرالمون داو الام والبو يخدموا، فاش يعملوا؟ ياخذوا عطل، معناها عطل من المهنيه، معناها هما بيبداو عاملين جو الاوقات. مثلا العائله هذه خذت جمعه، هذه صغار العائله الكل شيء عندهم هما بالخلاف لين يوفى للطوفه العطله الصيفيه. دوك محليه كيكا صغيرات منهم نفهموا عندهم سله الرحم، يمشيوا لبعضهم يتخلطوا بالصغيرات الاخرين، يلعبوا يتفرهدوا، يحسوا روحهم عملوا حاجه جديده بارابور على النظام نتاع القرايه اللي كانوا فيه، يتلموا مع الاحباب مع الاصحاب، يتعلموا حتى التواصل وينمو عندهم الذكاء الاجتماعي كيفاش يتواصلوا مع الاخرين. فما فروقات ما بين بعضهم، يبداو ديما يحسوا روحهم في مسابقه شكون يعمل حاجه خير، فما شكون الكبير اللي علمهم مهارات يدويه، هاتي بيضوا معاهم يدهنوا معاهم يصلحوا معهم حاجه مكسره، يشوفوا كيفاش يصلحوا بسكليت، نصلحوا ندر شنو، وتبدا كل المهارات تنمو من وقتها. اللي فالح في الـ في الـ في الـ كل ما عنده علاقه بالاسئله الالكترونيه دوك يعلم الاخرين، اللي فالح في الرسم يوري الاخرين، اللي فما شكون نسى اللي مازالت لليوم
تطرز وتخيط دوك تعلمك الصغيرات اللي معاها الحاجة تذوكم دوك نجموا نكتسبوا برشا مهارات في العطلة الصيفية هي تعطينا بركة نفهموا مفهومة على طريقة صحيحة وننظموها كيف ما ننظموا حياتنا اليومية في خلال السنة الدراسية. إيفيكتيفمون زيدا كما كنت تحكي مدام سونيا حتى في إطار التحضيرات النفسية هذه الفصل للصيف ناخذوا بعين الاعتبار العلاقات الاجتماعية صلة الرحم مدام النهار كما قلنا باش يولي أطول دونك الناس اللي ما كانوش ينجموا يمشيوا لبعضهم العائلات البعاد نخليوا الصغار يلعبوا مع بعضهم حتى جينيرالمون ما يلعبوش وقت القراية انترجي بالنسبة لهم باش يلعبوا وقت القراية ما نساش هاو جاي صيف بربي خليوهم يلعبوا باش على الأقل يخرجوا كل مخزون الطاقة اللي عندهم باش على الأقل وقت يرجعوا للقراية يرجعوا هما كالطاقة هذيك كلها خرج باش ينجم يتحمل راهو هو كيف نحن نقولوا كل كيس فرغوا باش نجم تعاود تعبي مش قد تعبي عليه وما عملنا حتى شيء. بالضبط مطيفة أو 29 دقيقة مازلنا مواصلين معكم المشوار في منتدى الحياة 70-35-120 ديما على ذمتكم كلمونا إذا عندكم أي استفسار يخص التحضيرات النفسية الفصل الصيف. مرحبا بكم الناس الكلها كنكون وصلنا معكم الختام حلقتنا لليوم في منتدى بجينا معكم المشوار من ماضي ساعتين وتواصلنا معكم تلة الساعتين هذوما فما مثل شعبي احنا ديما نقولوه في الصيف نقولوا الصيف ضيف ولكن حتى كان نعرفوا اللي هو ضيف وباش يمشي باش يتعداو الاشهر هذوما ولكن ساعات هكا البدايه نتاع الصيف تقلق برشا توينسا من بعد يستنس وهكا سورتو في الـ في الـ في الشهرين الاخرانيين نتاع العروسات والاجواء السهريات ابشر تيك تعبير مجازي على المثل اللي تي قلته هو هو صحيح الصيف ضيف لكن الضيف كي يجينا ونحنا ما في بنش بيه ندخلوا بعضنا نعرفوا شنو نعملوا شنو نعطيوا شنو اللي ناقصنا شنو اللي زادنا كيفاش نفرحوا بيه لكن سيئة وعبنا اللي هو سيئة وجاي سيئة خل ما عناش حتى حل آخر وقتها نبدأ ونندوره في حوالنا ونخلقوا حاجات اللي بتتخصعات كي جينا نحبوا نعملوها في وقتها ما عملناهاش ومن بعد نفرحوا بيه ونفهموا رويحنا نبدأوا هكا هكا بيه وخايفين لا يمشي ويبدأ حبوه يزيد يقرب بيان سور وسختو كي يجي بشي يمشي يقرب وقت الخروج متاع الصيف نبدأوا كحدنا معناها احنا شفنا في شهر رمضان مثلا أكيد. اخر مثال كيفاش ايه؟ الجمعة الاخرى معناها اي كلي منتحصرين على شهر سيدنا رمضان كيف كيف هذاك هو التعبير المجازي متاع الكونكليزيون في الاخر في تحضيراتنا النفسيه للصيف وللفصل هذايا انت كنت قلت النظام والى جانب النظام شنو اخر لازمنا معناتها النظام نردوا بينا برشا على صحتنا على خاطر كيف ما حكينا معناها كيف ما في الشتاء ناخذوا حذرنا بكونا باش ما نستبردوش باش ما نمرضوش ايتترا كيف كيف في الشتاء في الصيف لازمنا نستحضروا على نحرصوا بلوتو على شرب الماء ما نخرجوش وقت في الشمس وقت الذروه نتاع الشمس ديما نحاولوا نعملوا حاجات اللي تنجم تبردنا اللي نقعدوا في جو اللي ما يقلقناش اتتغا نقوموا بكري نحاولوا نحافظوا على الاقل على نظام تاع نوم معين حتى لو كان معناها نجم نحافظوا حتى على القيلوله في وذيك لازمه معناها ساعات يقول لك سي ساكري معناها القايله لازمها تكون موجوده اما تكونش طويله راهي القايله ما يلزمهاش تفوت سامحني 30 دقيقه مفهوم التونسي القايله 3 سوايع اكيد وبعد نقوموا نبداو متقلقين وعلى اعصابنا ونبداو فاشلين ونكونوا نقولوش بينا على خاطر حكينا ديجا قبل سوار في برنامجنا حكينا وقتها مره على اضطرابات النوم وعرفنا اللي هو النوم راهو هي دوره النوم وراهو القايله اذا تفوت 30 دقيقه لو باش تدخلوا في الدوره نتاع النوم وهكيك كيقوموا في وسطها تكونوا ديجا حتى فيزيولوجيا نبدا نتاعنا ما يطوعناش ما نقوموش ناشطين بل نقوموا تعبين ونجم ياثر حتى على الذاكره نتاعنا في الدماغ هذا هو دونك الأهم في فصل الصيف هو أن نستحفظوا على صحتنا نحاولوا ديما نحافظوا على نظام غذائي سليم ونحافظوا على الأنشطة صحيح هذاك شو نقول دونك الأنشطة راهو مش كان لصغارنا فقط حتى نحن ككبار أنت غيان كنت تمشي للبحر وتعوم ديجا ذاك وحده ديجا نشاط الجسد نتاعك تعمل مارش على خاطر ما قلنا نحن الوقت النهار يتويل فديما حتى وقت العشاء يكون متأخر في الليل دونك باش تاكل وترقد راهو هذاك مش صحي على الاقل بعد العشاء نخرجوا نتمشاو دور هكا تري في النسمه رتحوا شويه رويح نخرجوا ساعات ديارنا تبدا تكون سخونه تعديت عليها قايله تبدا مسكره نحلوا شويه ديارنا نخرجوا نعملوا مارش وبعد نجدوا كل الهواء والطاقه اللي في وسط الدار باش كي نرجعوا نجموا نرقدوا في الليل نرقدوا مرتاحين. فما برشا مواضيع اخرى ان شاء الله زاد نحاولوا نطرحوها في الايام القادمه مثلا تكاليف الزواج واحنا في فصل نتاع احتفالات كيف زاد المصيف والتصيف بالنسبه للتوانسه اليوم
كيفاش ميزانية تحديد ميزانية وقتاش باش يحضروا الميزانية وكيفاش نحضروا له المصيف هذايا بالضبط شكون يختار شكون ليه وحسب شنو زاد حسب الميزانية حسب كل واحد وقال معناتها الدخل نتاعو كيفاش نعديو زاد الصيف حتى اذا كان مانيش باش نصيف ومانيش باش نبعدوا على ديارنا كيفاش نجمو نخرجوا جو لرواحنا جو عائلي باهي ونجمو حتى مرة ولا مرتين نخرجوا خرجة عائلية ولكن نعدي وصيف وتنجم تكون خرجة كهو وتكون عندها أثر به خير من أنك تعدي معناتها الصيف مش فايدة في الكمية فايدة في الكيفية بالضبط وفايدة زادة مع شكون باش تعدي وقتك والجو اللي باش يتغير احنا كنكون وصلنا معكم الختام حصتنا في منتدى الحياة إن شاء الله الموعد يتجدد بكم الاثنين الجاية بمواضيع اجتماعية جديدة نشكر مدام سونيا جبيلي الأخصائية والمعالجة النفسية اللي كانت معكم تيرة الساعتين هذوما نشكر زادة الإكيب اللي رافقتكم الكل تيرة الساعتين عبير آمنة في أقل من أكثر من على الأقل دريج آخر ديكم أحلام العامري في موجز الأخبار تبع وقت برامج الحياة فيلم جوك عدسين 3 من 4 حتى للستة فقرات اللي تعودتوا به من الربح والمسابقات والألعاب ما تبدلوش الموجة دي ما خليكم معنا عدسين 3 منتدى الحياة منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية